رفتوم من شرق الغرب لتحت الفوق تدخل صندوقهم نمنم حندوقهم ازاي صندوق نمنم حندوق في ساعة كوكب مخنوق مزنوق ومحمل كام مليار مخنوق ما هو قلب العاشق لما يروق بالحب يساعدن يا المعشوق وهذا الصندوق قلب الدنيا وقلب الدنيا ولم الدنيا في طبق هبوط اتفضل دوق مالها منغمشك ده وملغوشك وش المطر سبك هيزوق هخلي الالوان وسطها سيء بتشبك بالصوت بتحبش بالدوق ما انا اصلا ما بحبش الفن المسلوق اتفضل 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 دوق ناس حدوق بس ولا سخن ومجرد
في البلدي والناس متفرجة. وزنوا العجب وإذا عجب ده ما عجب ده وإيش عجب ما الدنيا دي فيها العجب والجمهور أمزاجة والكل واحد ذوق وإحنا وإنتم هنا جوه وحول الصندوق عاشق معشوق يعني حبايب انزل وافتح باب الصندوق الدنيا عجايب هلو جمهور أصدقائي صديقاتي يقول أحد الحكماء وكان صاحب تجارب الباب الموارب اللي هو لا مفتوح ولا مقفول أمال إيه؟ موارب ومن هذه المواربة اخترنا اسم برنامجكم المحبوب النهار الموارب. ومع الابتسامة والشعر والتمثيلية والفيلم نبدأ سوا برنامجكم المفضل النهار الموارب بهذه التحية من الصديق الدائم أبو شارب. برنامج النهار الموارب تبادلك التحية يا أخ أبو شارب وتترك الحكم عليك للجمهور. هل أنت شاعر أم شاعر أم
شعرورة. وإذا كان الصديق أبو شارب بعت لنا التحية مع الحمام، إحنا كمان حنرد عليه التحية مع الأستاذ حمام. نشوف سوا. عشان حمام في برام، وكمان ابعته يا الخدام. تحرام حكم زي ما طلعت انزل ولا اندهلك بابا. يا بابا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مش قلتي الفقره اللي فاتت؟ أنا واصل تقديم برنامجكم المفضل النهار الموارب. وأنا الدخان ده نسيتي، مش حافظة اقري من السكريبت. وده ميعادنا مع المسلسل الجماهيري، والفقرة اللي هنشوفها دلوقتي هي رؤية خاصة تخيلناها، وتخيلنا لقاء بين البطل والبطلة. وقبل تصوير المسلسل نشوف مع بعض. شلومات
حدفوني عليه ارسم لك طقم غرامتي كتير فكرتك لعبة وحلعب بيك واكشف سرك واكتب تقريرك لسه يا استير السر كبير شالومات يا خطير شالومات استير شالومات 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 وانا مش عارفك ما غلطتش مره وانا مراقبك اترك مصري ثعلب وبكير تلميذ ممتاز ابو مخ كبير شالو مدي يا خطير شالو مدي استير شالو مدي شالو مدي شالو الأنفاس قلب الموازين تشرب حاجة ما شربنا كتير وصبرنا كتير بطلي 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 تعفير شالو مات يا خطير شالو مات يسكر شالو مات شالو مات شالو مات نفسي أعيش وأشوف الجيش في رفح والطابة والعريش ده أمل كبير يوم التحرير شالو مات يا خطير شالو مات استير شالو مات شالو مات شالو مات طب استني أقولك أنا على كل اللي حصل إن كنت ما تعرفيش في إيه؟ حصل إيه؟ انت ما عشتيش الساعة 2 6 اكتوبر 73 في ايه؟ حصل ايه؟ دقونا حتة دي معلقة بدل الست ايام اياهم والست ساعات يا سبير يعني خدعتين يا ابو مخ كبير امال كنت فاكراني اشتغل لحسابكم ده انا مصري مش هنساك ابدا يا جمال طبعا صديقاتي اصدقائي لسه السر في بير ربما تكشف عنه الايام يوما من الايام والان اصدقائي صديقاتي ما فقرة هذا الاستعراض الذي فركش فركش ايه لسه الوقت خلص من 10 دقايق ازاي انا اللي هختم لا انا اللي هختم انت اللي بدأتي البرنامج بس انا اقدم منك افركشتو فركشتو برنامجي فنكشتو في برنامج زيه على تلفزنا وشاشته عارفين اسمه طبعا ولا ما عرفتشته ما قد ما تلاقي هو الضبع
وطلباتي من طلباتكم وتقديمكم غير تقديمتي، مش عايزه يابا من بحبانكم غير اسم اصلي بحباني. Let's go.